يروحوا بعض، مش فاهمين حاجة، هيموتوا بعض. اعمل حاجة يا محفوظ. مين عبد الله ده؟ يا عبد الله ده. ايه يا اخوانا ده؟ فيه. يا اخوانا يا عالم يا عالم بقول اللي بيحصل ده يا جماعة حرام عليكم حرام عليكم يا عالم يا عالم فوق يا مصريين فوق يا عالم حرام اللي بيحصل ده اللي بيحصل ده حرام يا اخوانا حرام عليكم كفايه انتوا مصريين انتوا مصريين انتوا حضاره 7000 سنه حضاره عمر ما مصري قتل مصري عشان خاطر اختلاف في عقيده ولا في دين ولا في مله اختلافنا في الجوع في القرف في حكم الحكام الظلمة لكن عمرنا ما قتلنا بعض عشان خاطر عقيدة ولا عشان خاطر دين حرام عليكم فوقوا بقى فوقوا تعال حد يقدر يقول لي دم مين ده مسلم ولا مسيحي ها ليه بقينا بنكره بعض كده؟ ليه بقينا بنزل في بعض كده؟ ليه بقينا واقفين على بعض على الوحدة؟ ليه يا اخو؟ هات يا ابني. هات دي، هات. روح. تعالى. تعالى. تعالى يا صبحي. امسك. امسك. اقتله. يلا يا جدعان. ورونا الهمة. ورونا الجدعنة والمرجلة. اقتله. اقتله اقتل اخوك اقتل جارك اقتل بني ادم مفيش دين في الدنيا يا اخوانا على كده حرام عليكم بقى عم مينا يا عم مينا احكي لهم احكي لهم الحاره دي كان شكلها ايه اقول ايه يا محفوظ اقول ايه احكي لهم على الجامع اللي في اول الشارع والكنيسه اللي في الشارع اللي ورانا احكي لهم احكي لهم على الحروب الحروب اللي خضناها لما كنا بنقف في الخنادق جنب بعض ما كانش حد بيسال العسكري اللي جنبه انت مسلم ولا مسيحي سبيل الميه اللي في اول الشارع ما بيسالش اللي بيشرب منه انت مسلم ولا مسيحي رغيف العيش اللي بيطلع من الفرن ده ما بيسألش اللي بياكله انت مسلم ولا مسيحي يا اخوانا فوق يا اخوانا فوق لا جوع ولا عدو ولا جن احمر ممكن يدمر البلد دي لكن اللي بيحصل ده اللي يدمرها في يوم هنتعرض كلنا أمام الواحد القهار وهيسألنا على اللي عملناه في دنيتنا دي هنقابله ازاي وكل واحد فينا شايل دم اخوه على ايده ربنا يكرمك يا استاذ محفوظ بلدنا حلوه اخوانا حرام عليكم اخوانا حبوها حبوها اخوانا حرام عليكم اخوانا حرام عليكم يا اخوانا حرام عليكم يا اخوانا الرب يبارك فيك يا محفوظ الرب يهديكم يا جماعه جاهزه يلا صور 4 3 2 1 وهكذا فان عوده محفوظ زلطه بعد هذه الاعوام الطويله
كانت بمثابة طوق النجاة لحقن الدماء بين أهالي باب الخلق. حتى إشعار آخر: كانت معكم ولاء الشريف، حارة نوفل، باب الخلق. تفضل تقرير يا فندم. نعم، اتكلم تاني. السلام أمانة لسي محفوظ، ربنا يطمننا عليه يا رب. مع السلامة يا استاذ فوزان. الله يسلمك يا كريم. شاكرين، هنمشي منكم ولا من داخلكم علينا؟ يا سلام يا سلام يا محفوظ، ينصر دينك يا اخي. والله بعقد الهاء اول مره تعمل حاجه حلوه من يوم ما رجعت. بص، ما دام بعيد عن الجامع اعمل اللي انت عايزه. وعلى راي جحا، قالوا له مش عارف ايه في بيتك، قال لهم ما دام بعيد عن مش عارف ايه خلاص. ايه جحا؟ ايه ده؟ وانا ايه اللي بعيد عني وعبير؟ ايه يا عباده؟ ايه يا عبد مش كده؟ وانا عملت ايه يعني؟ هم اللي كانوا هيموتوا بعض من شويه بيعلقوا زينه رمضان مع بعض. كل سنه وانتم طيبين. عارفه يا فوزية، انا حاسس كاني رجعت النهارده. بس الناس ناس طيبين وفيهم الخير. يا سلام، لا فض فوك يا خالي، لا فض فوك. صحيح، بالرغم من انك اتكلمت بالعاميه، لكن كلامك دخل الى قلبي وتسلل. سلام عليك. كل عيش يا خال، اي سكه. يا سكه كل عيش، مش فاهم يعني ايه الكلام ده. ما كنت سبتهم يموتوا بعض يا خالي؟ على الاقل البلد تنضف. دول ناس جاهله ما بيفهموش، والقتل حلال فيهم. القتل؟ انت عارف يعني ايه قتل؟ القتل مش حلال في حد يا بنت فوزية. القتل حرام على الكل. والله بقى ده رأيي وانا حرة فيه. كلمي خالك عادل، كفاية احنا مستحملينك. وعلى ايه يا ست؟ هسيبها لكم مخدرة، انا نازلة رايحة الدرس. مخدرة رايحة الدرس؟ ايه التربية دي؟ مش عارف تربي ولادك يا بدر؟ مش عارف تربي ولادك يا فوزية؟ معلش يا خالي. درس ليلة رمضان؟ ما بكره الرؤيه ماما، النهارده ليله الرؤيه، يعني رمضان يا بكره يا بعده. في كل الاحوال هي ليله مفترجه حيث يحلو السهر والاستذكار. وانت عندك شغل بره عند المحامي بتاعك ده لحد الصبح؟ لا لا لا، اصل مكتب المحامي بتاعي بيقفل في رمضان بقى. شغل على العيد ان شاء الله، كل سنه طيبين. ايه ده؟ محامي ايه ده اللي بيقفل في رمضان؟ يا سلام. وده بس ان المحامي بتاعنا ايه؟ يعني دماغه متكلفه، بيحب يتفرج على مسلسلات رمضان. هنشتغل بقى ولا نتفرج على مسلسلات؟ ها؟ لا، المسلسلات اهم طبعا. طبعا. المسلسلات اهم. عبد الله، بكره معلوم رمضان. صيام صيام. صيام صيام عبد الله. وطوا صوتكم بقى، برنامج عمرو اديب هيبتدي اهو. مين عمرو اديب ده؟ هو مذيع كويس، بس زملكاوي. وزي ما حضراتكم شايفين، احنا النهارده مبتدئين بدري قوي. البلد ما بتهمتش، احداثها كتير. وقبل ما نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني، عندنا التقرير بتاع كل سنه، تقرير شوبينج رمضان. الفستق واللزدق والرزدق، وكل واحده تسال اي واحده: جبتي حاجه رمضان؟ نفسي افهم ايه هي حاجه رمضان. وسؤال المهم: انتوا بتجيبوا الفلوس منين؟ ارجوكم ابقوا معنا. بريك. ده سكريبت التقارير اللي جاية. احنا عندنا 7 تقارير يا كريم. اللي عندي 6 بس. طبعا اللي مش جاهز اكيد بتاع الحديد. حد يشوف لنا الشريط ده راح فين يا دكتور؟ حد يشوفه يا جماعة. ايه ده؟ الشريط مش موجود؟ حد يبعت يجابولي بسرعة. يلا يا استاذ. حد يجيبه يا جماعة، يلا. كام داون. ها فايف.